استفدنا كرأي الجماعة الضومي من جوج ديال سيارات الإسعاف لتجويد الخدمات الاستشفائية والصحية داخل الإقليم وزان اللي غادي يساعدوا المرضى في التنقل من المركز الضومي عبر سواء المستشفى الإقليمي وزان أو المستشفى الجهوي بطنجة أو المستشفى المركزي بالرباط، لأن كان فعلا كان عندنا خصاص في هذا النقل المرضى من زومي، وكما كتعرفوا زومي أكبر جماعة في الجهة الطنجية تطوان حسيمة، وكنا عندنا خصاص صراحة في تنقل المرضى من المركز إلى عبر المستشفيات من أجل تلاقي العلاج. كذلك استفدنا من 4 ديال 3 الحافلات ديال النقل المدرسي لتعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي داخل الجامعة ديال زومي. كما قلت لكم قبل، جامعة زومي أكبر جامعة، بمعنى خاصة الاستفادة تكون كتضاهي العدد ديال الساكنة. احنا بالنسبة لجامعة زومي عندنا حوالي 15000 متمدرس، بمعنى 15000 متمدرس ما بين إعدادي والثانوي وابتدائي، بمعنى هذا العدد ديال المتمدرسين اللي عندنا في جامعة زومي هو العدد ديال الساكنة واحد العدد الجامعات داخل الإقليم السكينة كلها. ولهذا الجامعة الزومي خصها واحد العناية خاصة وخصها الاعتبار خاص نظرا للكثافة السكانية ديالها ونظرا للكثافة ديال المتمدرسين داخل تراب هذه الجامعة.